أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح وقولنا أنا سلفي العقيدة؟ الانتساب إلى السلف الصالح واجب، لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أنا سلفي، إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الأحزاب، ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن أراد بقول أنا سلفي أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن يقيم حزبا أضلل به من خالفني، فهذا حق. كلنا سلفيون، كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف، كلنا نسأل الله ذلك. لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا وحزبا آخر يسمى إخوانيا وحزبا آخر يسمى تبلغيا وحزبا آخر يسمى كذا وكذا، ما نرى هذا، ما نرى هذا. هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزب كهذا؟ أجيبوا لا، نقول لا، ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بها.